أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار الثانية التي نستهلها بأبرز العناوين. المؤسسة الوطنية للنفط ترفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ النفطية. الرئاسي المقترح أو مفتي الديار يقول إن من ألجأ الناس للتعاملات المالية الفاسدة وقادر على تجنيبهم ذلك يتحمل الإثم. الرئاسي المقترح يطالب مجلس الأمن الدولي بمراجعة تعاملات مركزي طرابلس والبيضاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع حالة القوة القاهرة في موانئ راس لانوف والسدرة والزويتنة والحريقة بعد أن تم تسليمها صباح الأربعاء من قبل ميليشيات الكرامة، مؤكدة أن عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجيا خلال الساعات القليلة القادمة. دعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إلى التوزيع العادل للإيرادات النفطية وفق تعبيره قائلا: إننا بحاجة ماسة إلى عقد جلسة حوار وطني حول توزيع للإيرادات النفطية. دعا صنع الله السلطات المسؤولة ووزارة المالية والمصرف المركزي لنشر الميزانيات والنفقات العامة حتى يتمكن الليبيون من رصد ما يتم إنفاقه من الثروة النفطية. عقب إغلاق دام لأكثر من أسبوعين لكافة حقول وموانئ الهلال النفطي وميناء الحريقة وتكبد الدولة الليبية خسائر تقدر ب 920 مليون دولار منذ بدء الأزمة، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع حالة القوة القاهرة. عقب إغلاق دام لأكثر من أسبوعين لكافة حقول وموانئ الهلال النفطي وميناء الحريقة وتكبد الدولة الليبية خسائر تقدر بقيمة 920 مليون دولار منذ بدء الأزمة، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع حالة القوة القاهرة في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة بعد أن تم تسليمها صباح الأربعاء من قبل ميليشيات الكرامة. وبحسب المؤسسة ستساهم هذه العملية في عودة عمليات الإنتاج والتصدير إلى المستويات الطبيعية خلال الساعات القليلة القادمة. قرار تسليم موانئ النفط للمؤسسة التابعة للحكومة المقترحة جاء نتيجة ضغوط الدول المشاركة في اجتماع دول 3+3 على حفتر والتي طالبت بتسليم الموانئ دون قيد أو شرط، وأكدت هذه الدول رفضها أي محاولة لتصدير النفط عبر مؤسسات موازية. وبحسب مراقبين للمشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا فإن هذه الخطوة أتت وفق تعليمات واشنطن عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال رسالة وجهها إلى رئيس الرئاسي المقترح فايز السراج ورئيس البرلمان المنحل عجيلة صالح، توعد فيها بالملاحقة الدولية في قضية إيقاف النفط وتهديدات مباشرة تصل حد استخدام القوة. ضغوطات وتضييق دولي أرغم حفتر على تسليم المواني ليتراجع الرجل عن شروط كان قد كتبها بخط عريض، من بينها تمويل ميليشياته من الميزانية العامة للدولة وتنصيب محمد الشكري محافظا للمصرف المركزي. أعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي المقترح أحمد معتيق أو رحب محافظ مصر في ليبيا المركزي بدعوة رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج لتشكيل لجنة دولية لمراجعة الإيرادات والمصروفات. أكد الكبير في رسالة مقتضبة استعداده للتعاون مع أي لجنة تراجع الإيرادات والمصروفات. أشار محافظ المصرف المركزي في رسالته إلى أنه طلب بالتحقيق أكثر من مرة منذ عام 2015 إيمانا بحق المواطن في معرفة الحقيقة وإجلاء لأي لبس والتزاما بمبدأ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة.
لجنة دولية وبإشراف الأمم المتحدة وبالاستعانة بالمنظمات الدولية والمالية والاقتصادية المتخصصة للقيام بمراجعة كافة الإيرادات والمصروفات وتعامل مركزية طرابلس والبيضاء بشكل عاجل، هذا ما طالب به رئيس الرئاسي المقترح في خطابه لمجلس الأمن الدولي. أولى ردود الفعل المرحبة جاءت من قبل المؤسسة الوطنية للنفط التي حيت ميليشيات الكرامة على موقفها بتسليم المواني النفطية إليها، داعية السلطات بتوزيع العوائد المالية بالتساوي على مناطق ليبيا كافة. تلاها مؤتمر صحفي من النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي المقترح أحمد معتيق، الذي شكر المجتمع الدولي على دعمه لوحدة المؤسسات المالية والاقتصادية ودعمه للمؤسسات الشرعية في البلاد، مؤكدا على وجوب أن يكون هذا الحدث بداية لإنهاء الانقسام في ليبيا. وزير المالية بالحكومة المقترحة ثمن على ما أسماه بالخطوة الجريئة والشجاعة بشأن استئناف تصدير النفط، وأشاد الوزير بالتقارير المتعلقة بتنفيذ الترتيبات المالية التي انتهجت مبدأ الشفافية، مؤكداً على ضرورة استثمار التحسن في أسعار النفط العالمية نحو الاستثمار التنموي، وأن الوزارة بصدد نشر تقرير الربع الثاني خلال الأسبوع القادم. دولياً كانت إيطاليا أولى المرحبين برفع القوة القاهرة من خلال سفيرها على قرار تسليم المواني للمؤسسة الوطنية للنفط، الذي أكد بأن الليبيين بإمكانهم العمل معاً يداً واحدة تضع مصلحة ليبيا أولاً. ورحبت السفارة الأمريكية في ليبيا بإعادة فتح الموانئ النفطية للتصدير الأربعاء، معلنة تضامنها مع القادة السياسيين في ليبيا وهم يمضون قدماً لتحسين مستوى الشفافية المالية في البلاد وتعزيز المؤسسات الاقتصادية وضمان التوزيع العادل للموارد بحسب منشورها. وتبقى دواعي رفع القوة القاهرة عن الموانئ النفطية مجهولة، وبين ملمح إلى أن سبب رفع القوة القاهرة عن الموانئ هو تلويح الولايات المتحدة الأمريكية بالعقوبات في وجه مغلقي المواني، وآخر يصور بأن الدافع الوطني كان سبباً في قرار فتح الموانئ، ويبقى الخبر السار اقتصادياً هو عودة تصدير النفط مرة أخرى. قال مفتي البلاد الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله أن كل من ألجأ الناس للتعاملات المالية الفاسدة من أصحاب القرار في الدولة وهو قادر على تجنيبهم ذلك يتحمل المسؤولية غرما وإثما. فمن يمنعهم من هذا الحق سواء كان في الأجهزة اللي هي مسؤولة عن السياسة المالية في المصارف أو في مصرف ليبيا المركزي، أو كان في مركز القرار من الناس الذين يملكون المطالبة ويملكون القرار في مجلس النواب البرلمان ولا في مجلس الدولة رئيس ولا أعضاء ولا في المجلس الرئاسي رئيس أو أعضاء، من كان يملك القرار أو يملك المطالبة ولم يطالب بأن يرفع هذا الحرام عن الناس ولم يطالب برفع هذا الربا عن الناس، من كان يقدر على ذلك ويقدر ويمكنه المطالبة ويمكنه أن يغير هذه السياسة المالية الفاسدة سواء كان في مصرف ليبيا أو في المصارف العامة أو في المسؤولين في السياسة، من كان يمكنه ذلك ويمكنه المطالبة والوقوف والمطالبة بهذا الحق ويمتع عن ذلك فإنه آثم وآكل للربا مثل غيره من الذين يتعاملون بالربا. وأضاف فضيلته بأن عدم تمكين الناس من الانتفاع بأموالهم المدعاة في المصارف يعد من أنواع التعدي، وهو باب من أبواب الغصب وذلك حرام. لكن بعد هذا التوافق السياسي وبيع البلد للأجنبي فتحت أبواب الربا على مصراعيها بين الناس، فنجد صورا كثيرة الآن الناس يسألون عنها ويلهثون خلف المال لأنهم منعوا من أموالهم ظلما وعدوانا. الإنسان عند مال في مصرف ثم يبقى أياما كثيرة ينتظر حتى يتحصل على 200 دينار أو 500 دينار، ماذا يسمى هذا؟ هذا يسمى اعتداء، يعني هذا يسمى تعدي، نوع من أنواع الغصب. الغصب منه ما هو غصب ومنه ما هو تعدي، تعدي على منافع أموال الناس يمنعونهم منها، هم لا يصادرونها بما أنها تغصب منهم لكنهم لا يمكنونهم من الانتفاع بها،
ومن لا يمكن أحدا من الانتفاع بحقه أو في ملكه من أملاكه يسمى هذا الفعل يسمى تعديا. يعني الغصب منهما هو غصب ومنهما هو تعدي، هذا من أنواع التعدي. والتعدي هو باب من أبواب الغصب، وهو عدوان وهو حرام. انتقد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون في ليبيا. وكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء أشارت إلى أن الأعضاء في تقرير لهم طالبوا بعدم الاستعجال في الدفع نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر القادم. حذر التقرير الرئيس الفرنسي مما وصفه بالمزج بين السرعة والاستعجال وبين العمل والعلاقات العامة في ليبيا. اعتبر التقرير أن الدعوة إلى الانتخابات في ليبيا هي لإرضاء ماكرون أكثر منها لتسوية المشكلة الليبية. وقع قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر اتفاقا مع شركة كازاخية للطيران لتوفير خدمات نقل جوي لقواته العاملة في ليبيا. وبحسب ما نقلته صحيفة أفريكا انتليجنس، فإن حفتر تعاقد منذ فترة قريبة مع شركة سيجما الكازاخية التي وفرت سابقا خدمات عسكرية للرئيس السوري بشار الأسد، بالإضافة إلى شركات أخرى توفر له الدعم الجوي مثل شركة سكاي برايم المسجلة في مولدوفا وشركة ساثرن سكاي من كازاخستان كذلك. وأضافت الصحيفة أن سيجما توفر حاليا طائرة اليوشن 76 يستعملها أمير قاعدة براك الشاطئ محمد منصور في تنقلاته. هذا وأصدر مجرم الحرب حفتر الأربعاء وامره للأجهزة التابعة له بالقبض على القيادي بميليشياته محمود الورفلي المجموعة المسلحة التابعة له. قالت قناة الحدث الموالية لحفتر إن هذا القرار جاء بعد ممارسة الورفلي ومجموعته أعمالا مخالفة للقانون العسكري وصفة إياه بالهارب من السجن العسكري. يشار إلى أن القيادي بميليشيات الكرامة محمود الورفلي قاد هجوما لاقتحام ما يسمى بهيئة الاستثمار العسكري، بالإضافة إلى تهديد رئيس الهيئة المدني الفاخري بعد خروجه من السجن العسكري. هذه النشرة متواصلة وفيها بعد فاصل. تواصل امتحانات القبول بمركز المتفوقين لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ترهونة. ماشي حكاية تجيب حبسة مهنية، ما فيش حبسة مهنية، ميدان انتهى القصة. بلش الكلب حلال. أهلا بكم من جديد. أوضح وزير التعليم بالحكومة المقترحة عثمان عبد الجليل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالعاصمة طرابلس الأربعاء أن أكثر من 58 ألف طالب وطالبة تقدموا للامتحانات مؤكدا إجراءها تحت إشراف الجامعات. طالب و 654 طالب سيشرف عليهم 5786 ملاحظ ما بين لجان ملاحظة ولجان مراقبة ولجان خدمات في كل اللجان.
ستكون هناك 187 لجنة في جميع أنحاء الليبيا. وقال عبد الجليل إن الوزارة سعت في التواصل مع المنظومة التعليمية بالمنطقة الشرقية ونجحت في توحيد المناهج والخطة الدراسية والعطلات ومواعيد الامتحانات، مؤكدا أن الوزارة بالحكومة المقترحة لم تتمكن من توحيد الأسئلة بين المنطقتين وذلك لوجود عدة صعوبات. سعي كامل في التواصل مع أخوتنا في المنطقة الشرقية ونجحنا في الكثير من الإجراءات. مثلا أعدنا صياغة المناهج، كانوا أخوتنا في المنطقة الشرقية معنا خطوة بخطوة. قمنا بتوحيد جداول الخطة الدراسية من حيث البداية، العطلات، الامتحانات، مواعيد الامتحانات، مواعيد العطلات، كل شيء هذا تمام. وكنا سائرون بخطى حثيثة كما ذكرت في توحيد الأسئلة، بالذات في الأسئلة الثانوية وصلنا لمراحل متقدمة جدا، ولكن يؤسفني كثيرا أننا لم نتمكن من هذا الإجراء. هذا واعتمدت مديرية الأمن بطرابلس الأربعاء خطة أمنية لتأمين امتحانات الشهادة الثانوية المقرر إجراؤها يوم السبت مطلع الأسبوع القادم. المديرية على صفحتها الرسمية أوضحت أن الخطة شملت كل الأجهزة الأمنية وأكدت على انتشار كامل لدوريات المرور والنجدة والأمن المركزي، ذلك لتسهيل حركة السير بالطرقات العامة ولتيسير وصول الطلبة إلى أماكن امتحاناتهم. هذا وتتواصل بمدينة ترهون امتحانات القبول بمركز المتفوقين في المدينة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي. تتواصل بمركز ترهون للمتفوقين امتحانات القبول لطلبة السنة الدراسية القادمة 2018-2019 في الشقين التحريري والنظري بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوية، حيث يتم إجراء امتحانات تحريرية ونظرية لأكثر من 90 طالبا وطالبة من قبل لجنة الامتحانات بالمركز لتقييم مستوى الذكاء والنشاط الفكري لدى الطلبة في المرحلتين الأساسية والثانوية. الجدير بالذكر أن مركز ترهون للمتفوقين يعد حديث النشأة، وهذه السنة هي السنة الثانية له، ويسعى المركز لاستقبال دفعته الثانية من الطلبة المتفوقين في المدارس الواقعة في نطاق منطقة بلدية ترهون ليحظوا بالاهتمام والعناية التعليمية الخاصة التي تفوق تلك التي يتلقاها أقرانهم في المدارس العامة، للاستفادة من قدراتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل وتهيئتهم للإبداع والتفوق في شتى المجالات ليرتقوا بأنفسهم وبلادهم. تراجعت أسعار النفط الأربعاء بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم تجارية جديدة على الصين ليهبط خام برنت بأكثر من دولار واحد، ونزلت العقود الأجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 65 سنتا إلى 78.21 دولارا للبرميل، بعدما هبط في وقت سابق إلى 77.6 دولار للبرميل. تراجع كذلك الخام الأمريكي 43 سنتا إلى 73.68 دولارا للبرميل. اجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس بحضور ممثلي 12 غرفة من أصل 14 على مستوى ليبيا. ناقش الاجتماع عدة ملفات أهمها سير العمل بالاتحاد وكيفية تطوير أدائه وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني، وتبعية الغرف التي أكدت على تبعيتها للاتحاد العام بطرابلس ونأي الاتحاد عن أي تجاذبات سياسية أو جهوية. أعلنت الشركة العامة للكهرباء في نشرتها اليومية صباح الأربعاء وجود عجز متوقع بالشبكة يقدر ب 1200 ميجاوات، بما تقدر عدد ساعات طرح الأحمال بست ساعات. وأكدت الشركة في نشرتها أن التوليد المتاح يقدر ب 5400 ميجاوات، بما يقدر الاستهلاك المتوقع ب 6600 ميجاوات.
في خبر أخير قالت أو قبل الأخير قالت منظمة مراسلون بلا حدود أن الإجراءات الجديدة التي فرضتها الحكومة المقترحة في ليبيا تضع حياة الصحفيين في خطر. المنظمة في بيان لها عبر موقعها الرسمي الثلاثاء أوضحت أن الحكومة المقترحة قد بينت عدائها لعمل الصحفيين في ليبيا، ما يرجح استحالة العمل داخلها مجددا. طلبت المنظمة الحكومة المقترحة بوقف عرقلة عمل الصحفيين الدوليين والليبيين ووسائل الإعلام الأجنبية، إذ كروا أن ليبيا تحتل المرتبة 62 بعد 100 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة أو للعام الحالي بحسب المنظمة. الآن في خبر أخير، وصلت إلى مطار تمنهنت المدني طائرة قادمة من مطار معتيقة تحمل على متنها شحنة من السيولة النقدية مرسلة من مصرف ليبيا المركزي. بحسب مصادر مصرفية فإن قيمة الشحنة المالية قدرت بحوالي 80 مليون دينار، وقد استلمها مصرف ليبيا المركزي فرسبها استعدادا لتوزيعها على مصارف المدينة الأسبوع المقبل. والآن إلى سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية في السوق السوداء. قبل الختام مشاهدينا تذكير بأبرز العناوين. المؤسسة الوطنية للنفط ترفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ النفطية. مفتي البلاد يقول إن من ألجأ الناس للتعاملات المالية الفاسدة وهو قادر على تجنيبهم ذلك يتحمل الإثم. الرئاسي المقترح يطالب مجلس الأمن الدولي بمراجعة تعاملات مركزيي طرابلس والبيضاء. كما جاء في النشرة أيضا تواصل امتحانات القبول بمركز المتفوقين لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بترهونة. شكرا مشاهدينا على حسن المتابعة، على أمل اللقاء بكم، استودعكم الله والسلام عليكم. واقع ومحاذير. الفساد وباء لا يرى بالعين المجردة، فهو يصيب العقول ويتغلغل في الأفكار، تظهر أعراضه على كيان الدولة واقتصادها، فيؤدي إلى تعطيل العدالة وتقويض سيادة القانون، ويعرقل التنمية ويستنزف الموارد والمقدرات، ويهدد بالفقر والفشل. لا يخفى على أحد أن مجتمعنا ابتلي بآفة الفساد، حيث حذرت منظمة الشفافية الدولية من أن ليبيا تعد من أكثر 9 دول فساداً في العالم خلال العام 2017، وقد منحتها المنظمة 17 نقطة فقط من أصل 100 في النزاهة والشفافية. كما أوردت تقارير ديوان المحاسبة أرقاماً مفزعة ومظاهر مخيفة تشير بوضوح إلى حجم الفساد، حيث أنفقت الدولة من سنة 2012
إلى سنة 2017 ما قيمته 270 مليار دينار لا يظهر لها أثر ملموس على الأرض. فساد الوساطة والمحاباة والتسيب هو السبب الرئيس في إنفاق أكثر من 21 مليار دينار سنوياً على المرتبات، ووجود نحو 1,800,000 موظف عمومي بمعدل إنتاجية لا يتعدى ربع ساعة يومياً حسب بعض الدراسات. كما أن فساد التواطؤ والرشوة والإهمال هو السبب في هدر أكثر من 80 مليار دينار على مشروعات تنموية من العام 2010 وحتى الآن دون تحقيق أي تنمية. عدم الكفاءة وتضارب المصالح تعد من أشكال الفساد المسببة في إنفاق مبالغ طائلة على الخدمات العامة سنوياً دون أن تحقق أدنى فاعلية، حيث تتكبد الدولة نحو 5 مليارات سنوياً على الكهرباء، ولا زالت الدولة تعاني من الانقطاعات وسوء الخدمة. أكثر من 4 مليارات دينار على الصحة والأدوية، ولا زال المواطن يبحث عن العلاج والدواء في المصحات الخاصة في الداخل والخارج. أكثر من 8 مليارات دينار سنوياً على التعليم بشقيه العام والعالي، ولا زالت العملية التعليمية تعاني من سوء الخدمة وتدني المخرجات إلى أقل المستويات. نحو 6 مليارات دينار سنوياً على الدعم، ولا زال المواطن المحتاج في عوز ومعاناة، حيث يباع الرغيف والدواء والسلع الأساسية بأغلى الأسعار، وعدم وجود الوقود في أكثر من نصف مناطق الدولة. نحو نصف مليار دينار سنوياً على النظافة، ولا زالت الشوارع تعاني من تكدس القمامة في معظم الأوقات. استغلال المنصب للمصالح الخاصة والإسراف تعتبر أسباباً رئيسة لهدر أكثر من نصف مليار دولار سنوياً على 141 بعثة دبلوماسية بالخارج دون تحقيق أي مصالح للدولة. أكثر من نصف مليار دولار على الدراسة في الخارج دون الاستفادة منها في الحصول على تأهيل علمي حقيقي، وجزء كبير من المفادين لا يرجع إلى الوطن. التضخم المضاعف وغلاء الأسعار وشح السلع الأساسية وأزمة السيولة وسوء الخدمات المصرفية يرجع بالأساس إلى فساد المصارف التي استشرت فيها عمليات المضاربة بالنقد المحلي والأجنبي، وتهريب الأموال للخارج، والتلاعب بالاعتمادات المستندية والتوريدات الوهمية وغسيل الأموال. فساد التزوير والتلاعب بالإقرارات وضعف الكفاءة والنزاهة بالمؤسسات الجبائية تم استغلاله في التهرب من سداد حقوق الدولة والتسبب في انخفاض مواردها الجبائية من أكثر من 5 مليارات دينار في العام 2010 إلى نحو 1,250,000,000 مليون دينار فقط خلال سنة 2017. فساد المحاباة والمجاملة والرشوة هو السبب الرئيس في إفلات الفاسدين من العقاب واستمرارهم في نهش مقدرات الدولة وخيراتها. إعادة تدوير المال الفاسد في شراء الذمم الرخيصة وتسخير الإعلام لتزيين الفاسدين وتشويه كل من يقف في وجه الفساد أصبحت من سمات المجتمع الملحوظة. إن القضاء على الفساد يتطلب تجفيف منابعه من خلال إصلاحات أخلاقية وتنظيمية جدية يشارك فيها الجميع من خلال التحلي بالخلق القويم والعمل بأمانة وكفاءة ونزاهة، بالإضافة إلى أن مراعاة مصالح الناس والتقيد بالنظم واللوائح الإدارية والمالية والالتزام بمبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة لها دور كبير في الحد من الفساد. كما أنه لا يمكن القضاء على الفساد ما لم يتم تحمل المسؤوليات وتحقيق الإنصاف والتساوي أمام القانون وتعزيز ثقافة نبذ الفساد والوعي بالتبليغ عن أي حالة فساد وإيقاع العقاب الرادع على الفاسدين. إن جهود الإصلاح تخوض صراع وجود غير متكافئ في مواجهة مباشرة مع الفساد الذي كشر عن أنيابه علانية، الأمر الذي وضع المجتمع أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما أن تتضافر الجهود ضده وإلا فإن الدولة ستظل عاجزة ولن تكون المواجهة عادلة.
بلاش حكاية تجيب حبس مهني، ما فيش حبس مهني، ميدان ميدان انتهت القصة.